من برب الكعبة ما يوم من الأيام هذا اللسان حمد لفاسد أو خسيس أو نذل، بس من توصل للشرفاء لا خط أحمر، شرفاء على كل شريف يدافع عنهم. هذا الرجل ابن الناصرية قائد شرطة ذيقار اللواء مكي، هذا الخير، تعرف اعرف معنى كلمة الخير، هذا الطيب، هذا المحترم، هذا اللي اجى للناصرية لقاها مشتعلة وهدأها بسلوبه وبطيبة قلبه واللم الحكي كله وما يفرق، هذا تشريني، هذا بحزيب، هذا صدري، هذا اطاري، كلهم عنده ولذيقار وكلهم يحبهم. وما يوم من الايام حرض القوات الامنية قالهم روحوا اقتلوا ذول المتظاهرين، وما يوم من الايام ما وقفوا يا الناس، وقفوا يا جماعة القطع، وقفوا يا جماعة الكسبة، وقفوا يا الناس البسطاء كلها. اتمنى من الله اذا انتم شجعان وزلم وتقولون احنا زلم وجاي تنشرون وتحرضون على هذا القائد الشريف، عندكم دليل عليه بفساد، عندكم دليل عليه بتحريض، عندكم دليل عليه بفتنة، بس انتم جبناء، انتم ضد الشرفاء، انتم عار. بس الناصرية بيها ناس شجعان وبيها شباب ابطال، على كل شباب ذيقار تسند هاي الشخصية المحترمة، هذا الشخص الشريف، هذا الشخص والله العظيم ما يوم قعدت يمه وحشاله على واحد لو اخذ لغيبة واحد كل الناس يحبها. ليش؟ صار محبوب للعالم، يحب الشارع والشارع الذيقار يحبه. ما يوم من الايام طخل راس النائب فاسد، ما يوم من الايام طخل الشيخ يحرض للفتنة ودمروا الناصرية بصكاتهم العشائرية عذرا لشيوخنا الشرفاء، بس اكو شيوخ خرجتها من معونها. وما يوم من الايام طخل الشيخ عشيرة يبتز بالمشاريع، هذا على كل شريف يسنده. ورسالتي الى وزير الداخلية، اسند ضباطك، لا تخلي الفاسدين السيطرة عليها، اسند هيك ضباط شرفاء، اسندها، اوقف وياها، اعطيها القوة، خلي تحس انت واقف بظهرهم على مود يضربون الفاسدين بيد من حديد. وشكرا، واظل داعم للشرفاء، واظل شوكة بعيون الفاسدين.